وسهلا أهلا وسهلا. والفضيحة اليوم ما بعرف من مين حبلي أنا، من مليون رجال ومرأة وشجرة كله، خلص حبلت من هالأمة الجهل. مشان هيك بدي حط العلم بأوسع وأكتر. الكتاب هو خير جليس، البيت اللي ما في كتاب ما في قلب ما في حياة. بس مش من هالكتب اللي جوا هالمجلات، كل مجلة بتلاقوا عليها صورة بنت أو شاب. هلأ صار الشباب بيعرفوا أكتر من البنات، شي بيستفرغ الإنسان. بس بأمة العرب هاي برا ما في هيك، بس بأمة العرب الجرب يعني هني قال لهم أوباما إنه هؤلاء العرب هالمسلمين نص الكرة الأرضية natural selection، قتلوهم بأي طريقة كان، مضيوا كلهم والعرب مضيوا. سني شيعي ما بدها كبسة زر تتكبسها إيران، رحت نحن اسمها gravity. كيف منشيلها؟ لحو بتوقف الحروب به؟ نعم. سيدنا عثمان علم عملها، قال له زيني بعيونك وجاي لعندي، استح كتاب صغير. ما تسألوني وين فيها الكتاب وكيف بدي أقرأه. اجت وحدي خبرتكم شاري صرمية من لبنان $8,000، أخذت كتاب، قلت لها خذي اقري هالكتاب، قال أقرأه وإذا عجبها تدفع لي. خذ قصت الكتاب في العلمان. هي العرب 99.99 هيك أنتم من الحكام اللي فت على بيوتكم كلها، بس تشوفوا واحد كلهم لصوص مثله. اللي شافت مرة شاف كل النسوين، اللي شاف رجال شاف كل الرجال. ولكن 100 شكوشي وشي 4-5-6 بأمريكا وواحد 2 بأمة العرب، هم مميزين. هالكتاب بسيط بدكم تقروه شي 70-80 مرة. قال له إلي 50 سنة بقرأ القرآن. كم مرة؟ قال له بعدني بأول إيه. الوجه من سمائهم تعرفونه، بيقرأ كل قصة حياتكم. مثل الفلاح بتعطيه بذرة بيقول لك هيدي هيك الشجرة. الآن هو المستقبل والماضي كله بهاللحظة. إذا هاللحظة فيها يقظة على طول أنت حي، وإذا هاللحظة ما فيها إلا الدولار والدينار وهريم ونينار وهوت دوغ وواوا، رح تضل هيك بشخير الموت وميت. أموي أنا ما فيني، أنا دعوا الأموات يدفنون بعضهم البعض، ما عندي أخلاق محمد أبدا، كبن وديليت وبلوك وما بديهم. بدي الناس اللي عندهم عشق للعلم. في واحد ما بعرفه بعد اسمه عصام عطوي من مصر، المبلغ اللي بعت لي اياه بالويسترن يونيون، تعجبوا الويسترن يونيون شو المبلغ. قال لي تلفن لي روح على الويسترن. شو صار؟ ليه بعت هالمبلغ؟ قال لي عندي مرض ولا اي طبيب بالعالم قدر. فقير عنده قهوه، شريك بقهوه بيع حصن الشركه واعطاني المصريين. شو عملت فيهم أنا؟ كل واحد منكم بيعرف إنجليزي كتير منيح، مش يس نو مدام، وبحب يتعلم هالطب دغري. بعت واحد على الهند وعطيته زيادة، قلت له هيدي على سنة بتروح على هالمدرسة وبتدرس. هو حاضر، بس أخدوه حكيوا معه، حكوني مريم ما في زوم، نحن بنتكفل بالباقي حوالي $500,000. شافوه إنه حاضر، كل واحد حاضر يتعلم علم أبدان وأديان. بتبلشوا بكتاب بسيط هيك، علم الفراسة. الكذب ما بيبين والصدق ما بيبين عند الأغنياء والفقراء. الفقراء الفقير ما حدا بيحس فيه، والغني اللي بيعمل كذا وكذا ما حدا بيحس فيه لأنه مصاري. ولكن وجهك ما بيكذب أبدا. بمجرد فرجيكم شوية صور رح تشوفوا بهالمقدمة. بيقول إنه كل إنسان بيخلق بيجيب معه شيء من البنية وبياخد من الحال. هالبنية جايبها معه من أمه وبيه وسته وجده، هي ما بتتغير. بس وقت منغير الحال، مثل حطيت إجرك على الحية بتشيل إجرك بتطلع، حطيت إجرك على السرطان، حطيت إجرك على الجهل، أنت السيد وكابس على الشيطان. وبدون ما نتعلم ونقرأ ما فينا نغير لا صحتنا ولا صحوتنا. الكتاب خير جليس. بهالكتاب عم بيقول اشياء ما في شيء بتقولوا لي بالإسلام إلا بشكركم، لأني بلاقيه بكتاب بسيط عن ميتشو عند هالموحدين. ومن كل شيء ذكر وأنثى، شوف
كل شيء بهالكون بتشوفوه فيك وبرا اجا من الواحد الاحد. هذا اول نظام. التغيير نظام ثابت، النهر ينهر. نعم. كل يلي الضاد هن بيساعدونا الليل والنهار، صح وغلط، رجل وامراه، ليل نهار، هودي منن اعداء، بيكملوا بعضهم. There is nothing identical. ما في اثنين مثل بعضهم. حتى التوم يلي مثل بعضهم بتشوفون الام ما فيها تغير، تشوفون منن مثل بعضهم. ما في شعرتين، ما في بصمتين، ما في لحظتين. Whatever has a front has a back. كل شيء له وجه له قفا. كل ما كان الوجه كبير القفا كبير. الحرب الكبيرة 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 بدي أجيب سلام 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 كبير. المال كتير 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 بدي أجيب تعاسة كتير كتير. انتبه، كل شيء له وجه وقفة. كل ما كبر الوجه بكبر القفة. Whatever has a beginning has a end. كل شيء له بداية له نهاية. إلا الوجود، إلا الحقيقة، إلا الألوهية، لا إلا بداية ولا إلا نهاية. مشان هيك بتطوف، ما في دائرة، بتطوف بتروح وبترجع. في 12 نظرية تتوحد هالنظام فيك. كل خطوة، كل شيء بتعمله بحياتك هن قطبين، ذكر أنثى، ألفا أوميغا، يين يانغ، شمال جنوب، شرق غرب، ذكر أنثى. كل شيء هو بعلم يلي جسد فكر روح جفر. الذكر والأنثى هن النقطة يلي جوا ويلي المحيط. الين انفلاش، الذكر انكماش، عزع العزقة. اتنيناتهم بيعملوا كل هالطاقة الكونية. كل شي بتشوفوه من ذكر وأنثى. الذكر بيسحب الأنثى والأنثى بتسحب الذكر. الأنثى بترفض الأنثى والذكر بيرفض الذكر. ليش بالمسجد رجال حد رجال رجال حد رجال تروح الشيطان؟ حتى الذكر ما يرفض الذكر لأنه بيرفضوا به الشيطان. ما الذكر مع الذكر، الذكر مع الذكر، ملح مع ملح، ملح مع ملح، جيبوا لي سكر، جيبوا لي عسل. اثنيناتهم هالقوتين موجودين بكل خلية فينا وبكل إنسان ومنكمل بعضنا. ما في حدا أحسن من التاني. الحرامي والآدمي مع بعضهم، محمد وفي كتير كذابين معه كانوا حبهم، كبوا له زبالة عبيته وعملوا له هيك من دق الباب وفيت اشتقت لك يا جارة. امتحان امتحان. دعاء الطائف من أهم إذا مش أهم دعاء. Nothing is solely yin or solely yang. ما في شيء بس 100% ذكر أو 100% أنثى. أنا 30 ذكر 70 أنثى وأنت العكس الرجال. بس هلأ يا أشبه النساء والرجال، ما بقى في ذكر وأنثى، كلنا صرنا أشبه الرجال والنساء. أنا 60 أنت 50 إيديك 30. ما في شيء منه موجود بهالدنيا ما إله وجود. كل شيء إجا لأنه الله بعتنا هالوجود، عايزني بده ياني، جايبة معي رسالة. إذا في كتير طاقة أنثى كبيرة بتسحب طاقة أنثى صغيرة، وإذا في طاقة ذكر كبيرة بيسحب طاقة ذكر صغيرة. الرجال كلهم مع بعضهم بيعملوا مظاهرة بيجوا الرجال، هلأ النسوان مع بعضهم بيجوا النسوان، وهلأ لا بقى في نسوان ولا في رجال، فوضى. شوفوا كيف بيعرضوا الثياب النسوان والرجال، التاتو، تغيير الخلق والوجه، وما بقى في شيء حقيقة. كل شيء بالطاق بالنص ذكر وعلى الطرف هو أنثى. ولكن شو اللي عمله هلأ كل شيء ذكر وأنثى بهالحياة؟ بدنا نغير أول شيء نظام أكلنا. كل يوم مرة اثنين وثلاثة، عندك ثلاث وجبات، بكل وجبة لازم يكون في قمح كامل، شعير، درة، شوفان، أي حنطة، وتمضغ مضغ 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 مضغ. وقت اللي بتمضغ على 32 ضرس وسن وناب كمان بتمضغ على الفقرات بجسمك. مشان هيك طيب يضربوا هالإنسان
هالعقل الشرير اللي عنا، الشيطان اللي فينا، مش بس باليهودة، انتو أنا، شو عملنا؟ نشرنا هالأكل الملوث، لبسنا المرأة كعب عيلة بتطرطق بالصرمية وبتزعج، ونحن منزعجها لأنه زعجتنا. ما بقى عم بيفرخ عندها دراس العقل، ما في عقل، ما عم بيطلعوا الدراس. شو عم نحط بريسز؟ بكلناها هون وبكلناها الجيم، مثل ما منلجم الحمار لجمنا هالحمير. ولازم تحط ذهب هون وألماز هون وألماز هون وألماز هون وألماز هون وألماز هون وكله. صاروا مثل بعضهم 99%، صاروا بيقرفوا بناتنا وشبابنا بهالطريقة. من وقت ما لبسوا جينز اسمه جينز جن، وخزقوا الجينز سموها بلاك هول. هالبلاك هول يلي موجودة تحت الصرة، وقت تتنفسوا 10 مرات 20 مرة 30 مرة قد ما فيك كل يوم، خذوا نفس غميق، غمضوا عينيكم وفوتوا بنفس تحت الصرة. هون صلة الأرحام، هاي ما حدا بيقدر ياخدها، انت جايبها معك وبتاخدها معك. وقت بتتنفسوا من هالطاقة هون بترجع بتكبر فينا هاي الطاقة. بتقعدوا قاعدين بطاقة مرتبة، عولوش جالس، عود جالس واحكي عوج، بس عود جالس وخذوا نفس. مش قاعدين كل الوقت عم نهز وعم نحرك ايدينا واجرينا وتمنا ومدري شو عمي، ما فيني شوفن انا هول بيعملوا هيك. بس تكونوا باي مطرح من مراكز التوحيد، اوشو وميتشو وهيك، ما بفوتوا عرب اول شيء ومسلمين ابدا. بس هلا عم بيجربوا مريم يلي بتقولي عنه بناخده. اذا تحركت هيك مش حطوه، اذا معك جزدين خشخش، اذا حط عطر كله برا. أول ضربة ضربوها للمرأة غيروا لها منخارها، هيدا الهرم هون. وقت انضرب هالمنخار غيروها كلها، تطلع لبسة جينز مخزق وعيمة هيك. شوفون على المحطات اللي بنحط شي بيقرف. أنا ما عندي تلفزيون بالبيت، ما بفتحه بحضر مريم من الصبح. بنزل عند جارتي بفقس هيك، شو هالوطا وشو هالانحطاط، الشيطان والأرملة مدري شو، يا عار العالم يا عار العالم. هيدي شو اسمها نسيت، بس أنا بعرف بيك وأمك شفتون، يعني عيب بنت يوسف الخال تعمل هيك. وحدة اسمها نادين لبكة، يا عار العالم يا نادين، أنت من عيلة لبكة ووك مع نادين، صار بقى نمشي مع نادين، كيف ما بفتح هيك بلاقيها وشعراتك هيك وعيونك هيك إنه تيعطوك أوسكار. تعرف شو معناتها الأوسكار؟ هيك قد ما نكون خفاف قد ما تكون سخيفين بدو مين يكرمكم. ميتشو بسألوا له بري نوبل كان معه هيدا بيل جيت، قال له خلي جاوب مريم. قلت له يا بيل جيت يو ار اي بيل، اي ام اي جولدن جيت، يو ار اي بيل جيت ان اسول مان اراوند ذا بيلز. مشان هيك بيقولوا له لميتشو اذا مريم بدها ترجع امريكا وتكون معك خطره كثير. قال له مناخد سفينه ونطلع برات امريكا وخليها تحكي. مرة منعوني إني أحكي أنا وميتشو، خدنا سفينة وطلعنا وخبرتكم إجا واحد من غير كوكب معنا. عم كلنا حبينا شيء جميل كتير. بس خلص الحكي وراح قال ميتشو كل أنا شفته رجال، كل الناس شفته رجال. قال هيدا من غير كوكب إجا، إجا من كم يوم واحد على حلب حكي مع بشار الأسد وراح. ليش عم يحكوا هلأ؟ ما فيكن تشيلوا لبشار وهيك، هو الوحيد رقبته طويل وشو كمان شفافه مسكرين، مش مثل شبابنا فاتحين تمهم قاعدين وعم يحكوا سياسة شي بقريف. طبيت تمك ولا بس يفتح تمه، كان الولد عنا ما بس يموت الواحد بيفتح تمه. هلأ البنات كلها فاتحين تمهم ومبينين سنينهم وبيهرقوا هيك ومؤخراتهم. بهالكتاب الصغير بيفرجيك العار اللي عنا. ومين اللي حط هالكتاب؟ سيدنا سلمان. بأمر من مين؟ الحبيب محمد. قال له دون هالعلم، لأن شايف دعسة جرين. قال له يا أنا يا أنت نبي أنا غبي. قال له الأنبياء تعرف هذا، النبي كل إنسان عنده ألوهية، هالألوهية أقوى من النبوة، موجودة فينا. بس التهينا بالمتاريس والمدايس اللي برا، هالجمعيات الخيرية كلها كله كذب ونفاق والإنسانية. خلص خير جليس الكتاب. شوف مو من كل شيء ذكر وأنثى، يلي تحت الأرض ذكر، يلي فوق أنثى. هيدي ذكر هيديك أنثى. فصول الأربعة، نحن بلبنان عنا 5
بضل فيه بين صيف وصيف ربيع واشياء. كل اللي بتشوفوه بتقعدوا بتشوفوا انه نحن بلبنان ما فينا ناكل اكل يلي بيجي من الاكزوتيك يعني من افريقيا مما يليك، بس كلنا انا وحده منهم. بحارة حرايق كان عندنا افوكادو يبيعوه بيت عمي وبيت حمي وكلهم هيك، انه بس هول الاجانب. ولا مره اكلت، ولا مره اكلنا قشطه. سافرت لبرا شو هيك ما عندكم منه؟ قلت لهم بلا، بس وهي القشطة عنا في بلبنان كل شيء. خبرتكم بأمريكا شافوني عم باكل أكيداني بهيوستن، بناخدك على المستشفى. عندي خي هون قال لي ما تاكلي أكيداني بالنهار، نحن بالليل كلنا من إشو. قال هاي الأكيداني بتضر. اسمها ياني دنيا بالتركي، هي كلمة تركية. فهمت، قلت له لا أنا من لبنان وبناكلها هاي. بس ما جاء خلصوا، خلوا الناس تشوفكم، هي بس للعصافير. سو في أكل ما فيك تاكلوا، الموز في أشياء كثيرة، البندورة بنعملها رب، ولكن أي متى فيك تاكل؟ ما فيك تاخذ بندورة وخمرة، اثنين ين، اثنين أنثى بير شعرك. ولكن لما بتتوصل إلى الطاقة اللي حكي فيها الحبيب، فات لعند اليهودية وأكل سم. قالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأنت نبي الله. قال لها منين عرفتي؟ قالت له حاطة سم بالشم وأكلته. قال لها مشان هيك ما تركت أخوتي ياكلوا. ومين؟ أبو بكر وأصحابه يعني. وقت اللي بتفصل الجسد بتصير مثله، فيك تاكل سم. فإذا ننتبه، إذا أكلت كتير سم بدي أدفع الثمن. شو بتعمل؟ بتروحوا تمشوا. أهلنا كانوا ويجي يتروق الفجر، اليوم كله كبس زرار. فإذا في نظام وفي طريقة تقدر تفهم علم التشخيص الدياجنوستيك بهالكتاب البسيط اللي بتقدر تقعدوا تقروا فيه، بتصير تعرف عندك الأمبريو الجنين. الجنين بيدخل على رحم أمه وبينظفها، ما هو يانج، هو ذكر، والذكر بياخذ هالأنثى. هي بتكون عم تشب دخان وعم تشب أرجيله، وراح تعمل بالمول، من مول لمول تشتري تتهتري وتحكي سياسة وجلق وطلق حديث وهيك. وهو بيقول لها دخيلك يا مرة، حش تحكي من هيك عم تزعجيني، بس ما بتسمع له، ما بتفهمه. هي المهم حبلي، بقدر أحبله ما يكبر بطني، بتضل فلات. ما بقرد على هيك ناس أبدا. شوفوا هالطاقة هون وهالصورة شو تعبير، هيدي الدينة. مشان هيك وقت بتحطوا حلا، حطيت أنا اليوم، ما تحطوا حلا حجارة من الأرض، حطي بلاستيك. وقت بتاخدي حجر من الأرض بده يكون الأرض عطيتك إياه، مش أنت كسرتي. هيدا دماغ أمي. سو كل المجوهرات يا أخوتي بلا تشتروها، هالقد رخيصة وسخيفة أنت تتحطي مجوهرات؟ إنه شوفوني. بس المرأة وقت بتحط حلق هون بتقله للرجال أنا عندي لوب، عندي جسد سليم بجيب ولد سليم. الفرس كانوا يفحصوها من إجرة، كاحل إجرة هون يشوفوها، يقولوا بنشتري الفرس إذا هون رقيق منه سميك، يدقر على الفرس يقول أصيلة أصيلة. هلا اصيله اصيله المره يلي بتعرف تفوت مع غير الرجال وبتجيب مصاري على البيت، هاي الاصيله. قال له انا بهتم بالاشياء الكبيره بالسلام العالمي، مرتي اللي بتهتم بالبيت بمصروف البيت، بتبعت اولاد على المدرسه، بتدفع للسواق، هالاشياء السخيفه هي بتهتم فيهم، بس انا بهتم بالاشياء بالسلام العالمي. والمره قال له جبت سياره؟ قالت له يلا بشرفك. قالت له لكن مصريتها. هالطاقة لما بتكبر انت فيك لحي موجودة، الهاراكيري هون صلة الأرحام، والطاقة موجودة بالمايند البرين دماغك، اعقل وتوكل. وقت بيقولوا خادم الحرمين هاي وهاي، بعت لكم اياها انه في واحد قال عراقي، قال له وين ما كان شغلوني بالسعودية بشتغل شو ما كان، قال له شو بتحب تشتغل؟ قال له والله بشتغل خادم الحرمين يعني مهضومين.
له ما في نكتة، حياة نكد، بس ليش عم نقولها؟ شوفوا شوفوا هو وقاعد نفس الفكرة اللي بتشوفوها وقت بالإسلام. ناصيتي بيدك السجود والركعة ألف دال ميم آدم، كلها هذا هو الطفل، مصارينه كبده الروية. مين اللي عم يضربون أول شيء؟ الأكل والنوايا بوجهك. ليش هلأ بتلاقوا معظم الرجال بالأمة العربية؟ لأنه سعد الحريري عملها مؤامرة. هاي شو هالدعم؟ ليش عم بيعملوا هيك؟ ليش هيك شوارب؟ ليش هون؟ ليش أنبزوا شعراتهم؟ بدو تقروا، ما حاش بقى ضحية هالجهل. كلنا be a victor not a victim. لو الدواء بيشفي زادت هالأمراض. بلشوا يحكوا هلأ، قالوا لي وزير صحة مدري مين إنه عن الأدوية. هلأ 22 كانوا 400 9000، 22 ألف نوع من السرطان انكب بأمة العرب. كيف عم بيزتون؟ شوفوا ليش عم بيروح ضحايا هلأ. وينك يا حسني مبارك؟ وينك يا صدام؟ بيروح هي بيجي الدرى بيجي الأدرى، بيروح الشبعان بيجي الجوعان. منغير الريحة بس نفس الحرية وانتو نقطوا. فإذا هيدي مؤامرة عملوها، غيروا حواجب المرأة وهون عند الرجال وسكروا كل نيرفس سيستم عطول. رجال ونسوين والولاد والصريخ والبكي، ومنجيب أحلى عربية للولد تنحطه فيها وبيقعد بيلعب بالكمبيوتر هو بالعربية. المهم ما يحكي أمه وبيه عشان الإزعاج. 20 يوم عمره الطفل قاعد بالحضانة، شفتوا كيف عم بيموتوا الأطفال بالحضانة؟ شوفوا شو عملوا بالإنسان، ضربوا الإمبريو بمجرد إنك عملت هالدقن. خلي دقنك مثل ما بتشوفها هيك مرتبة إذا بدك، بس ما تقطعها هيك. شوف شو عملت. The development of system in the embryo. الرجال اللي دقنوا هيك وما راح حبلت منه جابت الحرام. ما بكفي هو حرام، كمان عم بيزيد هالحرام اللي عنده. وبهالتسعة أشهر اللي ما راح حبلت بجوزها ثلاث فصول ليك كيف بيجوا الأولاد. هيدا وجه عريض، هيدا وجه طويل، هيدا وجه هيك، هيدا وجه هيك. شو أكلتي؟ شو لبستي؟ بأي طقس أنت موجودة؟ كله هي بتدرسوه وبتشوفوه. هلأ عم بيركبوا أولاد مثل ما بدك بتركبهم، ولا بدك رجال ولا بدك مرأة. كيف بيركبوا سيارة؟ بياخدوا DNA من هون من هون من هون، بيركبوا بالدنيا. ولكن بعد ما عم فيهم يتحكموا بالروح، عم تدخل روح شريرة. وإذا سألوك عن الروح من علم ربي، ربي في قلبي. شوفوا الوجوه، شو أكلته؟ Constitution and condition. Constitution البنية ما فيك تغيرها، بس الحال فيك تغيره. أي نوع من الشجر عندك؟ أي ورق بتاكل؟ ورق التوت، ورق سبانخ، ورق سلق؟ من هو؟ من إني هالأشخاص؟ ليش وجههم متغيرة؟ ليش ابن الشمال غير الجنوب؟ ليش ابن الشمال بيحكي غير ابن الجنوب؟ غير بس هم كل واحد ببلده. عندك ولدين، ليش في واحد غير التاني؟ ليش هالولد اجا مشوه ومعاق؟ ليش هيديك شكله غير شيء؟ مين المسؤول؟ الرجال او المراه؟ المراه 90%، الرجال 10%. هي اللي استلمت. هو ماراثون معه مليون رجل صبي وبنت. ماراثون الاول شيء فات لقطته. شو عملتي بهالتسعة اشهر هون؟ شو اهتميتي بهالطفل؟ لابسه هالكعب العيله، حاطه كل هالميك اب، بتعقي وبتلقي كل هالسموم. ما تخلفي على 50 60 70 سنه، ما تخلفوا. كنا 300 مليون من 3000 سنه، 7 مليار.
شوف من انها ليش هيدا عنده هون زيح بالعرض وهيدا بالطول؟ شو اكلين اثنيناتهم؟ ليكوا شو في فوق منخيره؟ شو هالزيحين؟ وهو ليش جبينه هيك؟ شو عنده بالكبد؟ بس يتطلع فيك هون بيعرف انه الكبد عندك مريض، هون بصان الغليظ. من سمائهم تعرفونهم. انا كان خالي خي امي طبيب، معه لا سماعة ولا شيء، بس يشوف بزقة. مين بزقة هون؟ ابو انطون، معه سل. هي بزقت مين؟ بس تبزقوا الحبيب اخذ تراب، بصرك حديد. شوفوا شو حواجبه هيك؟ ليش هي حواجبها هيك؟ ليش جايين حواجبه لجوا على السنتر؟ شوف هالوجوه. طاقتين، الذكر والأنثى. هون أكتر أنثى، هون أكتر ذكر. شو الطاقة؟ ليش هيدا عابس كل الوقت؟ ليش هيدا مسترخي؟ ليش هيدا عمره 20 ومبين 60 70؟ مرة شفت طفل عمره شي 4 5 سنين. مين أمه هي؟ قالوا لي. قلت له أنت أمه؟ مالي. قلت له شو عم تعمل فيه الخادمة؟ قال معقولة؟ اسأليها. قالت لي نحن ببلدنا بنعمل هيك. عمره 70 سنة، ما عمره 4 5 سنين. شوف الكبد وين؟ الكدنيز، الكلاوي تحت العينين، هول مصارين. القلب، كل واحد بتلاقي عنده زيح هون. اسأله عندك هيك؟ ايه. بتحسي هارت بالبيتيشن اوقات؟ ايه. بالليل؟ ايه. انتبهوا. نعم. الوجه بيحكي يا اخوتي. شوفوا هالمرة شعرها وين؟ وعناية وسبر. ليش هلا الرجال كمان عم بتطول شعرها؟ ليش عم بيطولون وبيربطون؟ ليش كنا نحط بوم فام هون؟ هالعلم لا له بداية ولا نهاية. من كفي بكرة.